والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس امس اجتماع المجموعه الاقتصاديه بحضور وزراء الاسكان والصحه والاستثمار والتعاون الدولي والتجاره والصناعه والماليه والموارد المائيه والري وقطاع الاعمال العام والتخطيط والنقل. وتم خلال الاجتماع التاكيد على توفير جميع التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم بما يسهم في زياده حجم الاستثمارات المحليه والاجنبيه وتوفير المزيد من فرص العمل. كما وجه رئيس الوزراء بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار في صورتها النهائية على اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. الحقيقة موضوع مهم جدا، وأخيرا أخيرا يا رب إن شاء الله قريبا هنشوف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. معانا على تليفون الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير الأخبار. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح النور يا استاذة اسماء، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. واخيرا قانون الاستثمار قريبا سيرى النور بلائحته التنفيذية. عايزين نعرف بقى بعض الملامح، امتى ان شاء الله ممكن يكون العرض مرة تانية؟ امتى هيخرج القانون بلائحته التنفيذية للنور؟ اتفضل. هو عموما المشوار بتاع اللائحة التنفيذية ده مشي زي ما مشي القانون، في اطار تعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم إقرار مجموعة من المبادئ والمحاور اللي تؤدي إلى خروج تشريع ما فيش فيه معوقات، ما فيش فيه عوار تشريعي، ما فيش فيه مشاكل. التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة بلغ ذروته في هذا التشريع بالذات وفي هذه اللائحة التنفيذية. تم إعداد جلسات استماع لحوار مجتمعي جوه اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وتم وضع مجموعة من المحاور والحقائق لكي يأتي هذا التشريع معبر عن الواقع ويحقق الأهداف اللي من أجلها تم عمل مشروع قانون الاستثمار الجديد اللي تم إقراره وتم توقيعه. واللائحة التنفيذية أعتقد إن شاء الله هيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء يوم 9 أغسطس اللي جاي. اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع القادم إن شاء الله هيتم عرض المسودة النهائية لهذا التشريع، وده هيبقى دور مهم جدا في تيسير جذب رؤوس الأموال، التيسير على المستثمرين. مش هيبقى فيه معوقات ولا غموض ولا لبس في أي مادة من مواد القانون، وده الهدف الرئيسي اللي من أجله وجهت القيادة السياسية للحكومة بإعداد تشريع يكفل التيسير على المستثمرين المحليين والأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب، عشان يبقى عندنا مجالات متنوعة للاستثمار، وإحنا الحمد لله عندنا بنية أساسية تحقق الكثير من جذب رؤوس الأموال. أنا بأرى أن هذه اللائحة في صورتها النهائية إن شاء الله هتيجي محققة للأهداف وتضع الحقائق أن مصر أصبحت واحة للاستثمار والاستقرار والمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى أن احنا عندنا قائمة من المشروعات القومية العملاقة التي تعمل في مختلف المجالات. عندنا مناطق صناعية أصبحت مرفقة في محافظات الصعيد، وتم التوجيه بإنشاء هيئة خاصة لتنمية الصعيد. كل هذه الإجراءات تجعل الحكومة المصرية تسابق الزمن من أجل إنشاء المشروعات الجديدة في المرحلة اللي جاية. دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي اللي عملته بعد اجتماع المجموعة الوزارية قالت ان المسودة النهائية للائحة التنفيذية خلاص في طريقها للانتهاء، وتم استطلاع رجال الاعمال والمحافظين والهيئات والمستثمرين. كل هذه الامور بتؤكد ان بنود اللائحة هتضع حوافز ومميزات جديدة للاستثمار، وبتعطي أولوية للمستثمر الصغير وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية. بالتأكيد موضوع مهم جدا جدا، ولازم من خلال حلقة إن شاء الله نستعرض كل ملامح وبقى اللائحة التنفيذية وكل التسهيلات سواء للمشاريع الصغيرة أو للمستثمرين من الخارج أو من الداخل. جزيل الشكر الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير الأخبار.